شممه شممه خل. اه مالك يلا تعالى ريح، تعالى تعالى على جنب. اه جنب ريح 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 ريح. اقعد هنا مكان الشهداء. هم احنا احسن مننا، هم احسن مننا الشهداء، ما هم ماتوا هنا في هاردس. اقعد يا سيد، اقعد يا سيد على جنبك، اقعد يا اهو. طب ادي له خل، هات شويه خل سيد. بسم الله الرحمن الرحيم. كل قناه النيل الاخبار بيقول عنها بلطجيه، والنبي لو تبعها والنبي لو انت قناه النيل والنبي مش بلطجيه. كل شباب زي الورد اهو، مش بيقولوا والله مش ممكن تخني اخباريه عن قول عايز تقول يا جماعه احنا مش بلطجيه، احنا شباب 25 بس. مش معقول يا جماعه نظام بلطجيه هيرجع تاني، مش معقول يا جماعه. ايه اللي اتغير؟ حكومه شرف بنضرب حكومه شرف. احنا قاعدين في الميدان، قاعدين في الميدان مفيش اي مشكله، لقينا الناس جايه بلطجيه وراهم الشرطه. ففاكرهم جايين يطلعوا بتاع الشاي. لا بيضربونا، بيضربوا عليك هم مسلح دموع. انا عايش هنا ليا كلمه واحده. الناس دي، الناس دي لو بلطجيه، لو بلطجيه او حتى او حتى اي فئه أي... لا انا مش عايز اعرف سبب الصرف. الناس دي لو احنا عبيد يتعمل فينا كده. مش هقول لك حاجه كده، لو احنا عبيد ليه ما تحاكموش يعني؟ ايوه ازاي ما تحاكموش بقى؟ انا عايز اعرف الضرب العشوائي والعشوائيه والحماية. مفيش حاجه عشوائيه، مفيش حاجه عشوائيه، ده رد فعل افعاله بس. لا انا بتكلم على ضرب، ضرب شغال، ده ضرب بغباء. عايز اعرف السبب ايه اللي حصل. ان كان في وقفه النهارده مع اهالي الشهداء، اتعاملوا معاهم عند مسرح البالون، فقامت مظاهره سلميه قدام الوزاره. الشباب رجعوا. ايوه الشباب ايه رجعوا. تمام. فقالوا الشرطه قالت للناس بتاعت عابدين ان الشباب دول جايين يكسروا محلاتهم. فاهالي عابدين طلعوا عملوا لجان شعبيه، محدش احتك ايه. حلو. مفيش ربع ساعه لقينا اهالي عابدين او اللي احنا متخيلين ممكن ما يكونش اهالي عابدين وراهم الشرطه وجايين يضربوا. يعني نفس القصه بتاعت البلطجيه والشرطه، نفس الحوار. اكيد الحرس الجمهوري سيناريو واحد. هو يعني بيشتمونا في الميكروفون بتاع العربيات، بيقولوا لنا شعب يا اكل التسميع، وبيقولوا علينا بلطجيه. شرف مش هيقعد النهارده زي امبارح. النهارده مفيش شرف، خلاص شرف راح، شرف مش هيقعد. والمشير ماشي، المشير ماشي، وشرف راح. الامن امتي وردوها لحد مركزي اتغير. شرف مش هيقعد، مشينا حرامي وجابونا حرامي. شرف مش هيقعد. الكلام اللي الناس اللي ماتت في الصابر قمع مش هيحصل. دكتور عصام شرف مش هيقعد، مش هيموتوا. يجي شوف ده التحرير، يجي شوف الناس اللي ماتت. عامل ايه؟ ممكن تعرف لي بس ان النهارده هو انا هقعد عشان حاجه واحده بس، عشان قله الادب دي. رغم ان انا ما عنديش السبب الرئيسي اللي بيحصل ده، بس قله ادب برضه. ما عملناش حاجه. انت حاسس ان انت عملت ثوره؟ ضرب بطريقه الصراحه عشوائي يعني كده. هو في حاجه ظريفه بس خلينا معاك. لو الشباب وقفت زي ما بنقف يعني، تضربهم ليه؟ ضرب غباء يعني، حتى مش مثلا نروح نتكلم معاهم ويروح ضارب. طب ليه يا ابني؟ احنا بنقول له نهدي. طب في ايه؟ طب يروح ضارب. عايزين نرجع الثقه في الشرطه ازاي؟ وبعدين نرجع الثقه في الشرطه ازاي؟ يعني افهم بالشكل اللي هم بيعملوه دوت، نرجع الثقه في الشرطه ازاي؟ رئيس كل ده هو منصور عيسى، واسمه باحث اسم العجوزه، واخد اتنين ستات اهالي شهداء وضربينهم دلوقتي. اسم العجوزه هناك ام شيماء، ست عندها 55 سنه وعاملين لها اقتحام مسرح البالون. واحده عندها 55 سنه اقتحام مسرح البالون. قمة التهريج وقمة السفالة، والعدل لسه بيحكم ومبارك لسه بيحكم. احنا اتفقنا دلوقتي مع سيادة العقيد في المجموعة ديت، ماشي، ان النار هيقف دقيقتين للضرب، وخلي المهم اللي بيحذفوا الطوب دول يسكتوا، هترجع عادي سلمية تاني زي قبل كده. بس هم وقفوا وانسحبوا. ابص لحضرتك، وقفوا اللي قدام بالطوب مش راضيين يسكتوا. تمام. ده حق المفروض يتقال. عايز اقول لو سمحت ان لسه في السجن زي ما هو حبيبي العدلي امبارح اتهجمنا عليه، النهارده عن طريق اللابتوب بتاعه والموبايل شغل ناس. وللاسف الشرطه اللي منصور العيسى، سياده اللي هو منصور العيسوي، هل الشرطه والشعب ايد واحده؟ مفيش للاسف، ولا هيدمنا كلنا. والجيش العرض تحرير الشهداء زباقنا للاسف كده خيانه، هنعتبرها خيانه. هنحكم لسنه بلسنه، كل اللي واقفين دول رجاله. هنحكم لسنه بلسنه شعبيه. اي فرد شرطه ما ينزلش الشارع تاني، وانا مالي عبد الظاهر ابراهيم، وتحدى اي حد، واي حد يسالني يتفضل يسالني. نروح السجن جاي نفتش مره واحده، هتلاقي اللابتوب شغال، الموبايلات شغاله، رد علينا 24 ساعه. حبيبي حد رد علينا. بص يا ابني اللي هو العيسوي بلطجي، بلطجي للاسف للاسف العيسوي بلطجي.